خلينا من غير هذا نعطيك برك قائمه اقصاء منتخب اقل من 17 سنه بقياده سفيان بوجله من كام تاع تنزانيا. تنزانيا اقصاء منتخب اقل من 20 سنه التاهل الى كام نيجر 2019 اقصاء المنتخب المحلي امام ليبيا بقياده الكاراس سنه 2017 وعدم تاهل للشام اقصاء المنتخب الاولمبي من التاهل لكام بقياده لودوفيك باتيلي هذه الاولى اقصاء المنتخب المحلي من تاهيل المنتخب لنهائيات الشام دائما مع باتيلي اقصاء المنتخب النسوي اكابر من تاهل جميع المنافسات اقصاء منتخب كره القدم الشاطئيه اقصاء منتخب كره القدم داخل الصالات ما تقوليش منتخب تاع مناسبات راه اقصاءات بالجمله مع هذا المنتخب الاول شو لي با نورمال كما قال رضا عباس هذا واش حلبت او انه هاد اللاعبين ماشي دمهم هما عيطوا لهم ليكيب ناسيونال ما عرفش واحد يعيطوا ليكيب ناسيونال يقول لك ما نجيش ولا تعتقد انه فيه احسن لانه انا لما نشوف فريق كيما شبيبه الثوره لي 21 تاعو الاصناف الصغرى هما ابطال هما اللي كانوا بطل الجزائر من غير حتى لاعب من شبيبه الثوره اون بوز دي كيستيون شفنا دي جوار يعني بصراحه يلعبوا هكذا راه كانك ما دير حتى تربص جابوا 11 حطوهم كيما قلت بقبيل ويلعبوا وخلاص اجري برك ما تشوفش كيما تنظيم اللي شفناه عند المنتخب التونسي ولا المنتخب المغربي ولا المنتخب الليبي ليبيا اللي راه في حرب من بلا ما نساو المنتخب المصري اللي ما شاركش بسبب كورونا وهو احسن منتخب في هذو ما يعني لو لعب المنتخب المصري بالتاكيد راح يفوز علينا ويفوز على كل المنتخبات لانه يعني قوي بقياده شوقني الوفرة وجهها السوى تطير من الشوق لا قبيتها خاطري قبيل من الشوق لا سياسة فاشلة في الفئات الشبانية دائما على مر السنوات سياسة فاشلة في الفئات الشبانية دائما على مر السنوات كبيره منتخبات شبانيه كلها اقصيت باتيلي لان البعض راه يقول بانه هذا اول منتخب باتيلي مع المنتخب المحلي اقصي الكراز مع المنتخب المحلي امام ليبيا ايضا اقصينا ما فيهاش الشهر البعض يقول في الماضي لي 17 كلهم لي 19 ثاني ايضا في الشام او كاس افريقيا الاخيره على الاقل في السنوات الاخيره الماضيه ولا نزكي على الله احدا كما قال لك احنا انتقدنا السياسه الاتحاديه السابقه والاتحاديه ديالك اللي قبله الان لما يجي اتحاديه جديده ما عادش نتكلم لك على محمد صالح ديال ربي يرحمه ولا عمر كزال ربي يرحمه كل مره واحد يقارن يا سيدي هذا ما خدمش مليح انت كي جيت لهنا اخدم خير من اللي راه يخدم هذا انت خلاص كي تيجي به انتقدته يدير خير منه على الاقل في الحقبه السابقه تاهلنا مع المنتخب الاولمبي رحنا ريو دي جانيرو مع شورمان المدرب السويسري شورمان ورحنا لنهائي كاس افريقيا مع لا جينيراسيون تاع زين الدين فرحات تاع شعال تاع فرحاني تاع بلغيت تاع مزيان هادو كل اللاعبين رحنا لنهائي كاس افريقيا باش ما نساوش نهائي كاس افريقيا مع نيجيريا ورحنا لريو دي جانيرو في وقت حداج ايضا لعبنا كاس العالم للمنتخب تاع الاشبال انا ذاك في 1900 العاب بحر الابيض المتوسط مع 92 يا خويا يا خويا شي موتينات يا خويا يا خويا عندي قهوة كاليفي والناس تبغيني نبيع القهوة الخبز والزبدة هي السلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله صحة تكون لاباس توجور في قناتكم سبورة لادي زاد مع كادي مرحبا بكم خوتي وبارك الله فيكم على الدعم خوتي شفتوا عن طريق بوحنيكا شفتوا طريقة الأسئلة شفتوا المواضيع خاصة مهزلة كرة القدم الشبانية ومختلف الشبان يعني ما تحت الفريق الوطني للأكابر الرجال كله إخفاقات كل شيء إخفاق وبالدليل وبالأرقام وكل شيء وهذا اللي عجبتني فيه رضوان بوحنيكا تتفق معاه ولا تختلف معاه نتفق معنا ونختلف معنا لكن هذه المرة قال واش لازم يتقال
خاصة لما ذكر هذه الاتحادية واللي راهم يقولوا هذا المنتخب الوحيد اللي تقصى، ذكرهم بالإقصاءات، خاصة إقصاء منتخب 17 سنة اللي كان تنزانيا، كان النيجر المحليين 2020، المنتخب المحلي، المنتخب الأولمبي، النسوة كلهم مقصات، خاصة الأكابر، حتى كرة الشاطئ وكرة الصالات لم تسلم، حتى كرة الشاطئ وكرة الصالات لم تسلم، يعني كارثة كارثة، إضافة إلى الفئات الشبانية إديسات والإيكانز حتى الإطراز، يعني كارثة كارثة بكل معنى المقاييس، بكل معنى المقاييس. هذه المرة الصحفي بوحنيكا حط الأمور في نصابها، هو طرح أسئلة، ونعرف طريقة طرح أسئلة مروان بوحنيكا للأسئلة تكون موجهة. نعطيكم مثال خفي، يقول لك لماذا فعل هذا الشيء، مع العلم أن هذا الشيء يجب أن يفعل هكذا، ثم يعطيك السؤال ويعطي لي باش يجاوب، يعطيه الطريقة ولا يعطيه مسلك باش يجاوب. لا ما كنتش انت صحفي كما احنا نقولوا مقتدر، ولا صحفي ما عندكش طريقة قراءة الأسئلة ولا خبايا الأسئلة ولا ما تحت السطر ولا ما فوق السطر كما احنا نقولوا، ما يعني تجاوب على حساب هو شيء يوجه فيك. هذه طريقة بوحنيكا، يعني طريقته يعطي كيما ما يعطيك السؤال مباشر، مثلا هذاك على ما دارش هكا ويسكت ويخليك تجيري السؤال تاعك، لا يعطيك يقول لك هذاك على ما دارش هكا، مع العلم لازم كان يدير هاك وكان يدير هاك وكاين هاك وكاين هاك، ولا يقول لك علاه ما جابوش لاعبين مليح، مع العلم كاين لاعب في البلاصة الفلانية وبلاصة الفلانية، نورمالمون ما يذكرش. هنا هو التوجيه، توجيه الأسئلة، هذه فيه حاجة ماشي مليحة، لكن بمقتضى الحصة ولا محور الحصة أسئلته كانت في المستوى، كانت في المستوى على طول الخط، وخاصة في إخفاقات هذه الاتحادية وإخفاقات الشبانية، خاصة الشبانية، وخاصة لما قالك سألني صحفي كاميروني وقالوا راني دايخ بالعامية تاعنا خاوتي، راني دايخ كي الفريق تاعكم، الفريق تاعكم ما شاء الله، وبقية الفرق كارثة 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 كارثة. أنا هذه المرة عجبني خاطي، تتفق معي تختلف معي، عجبني خاصة في طريقة ما أنا بالك ما نتفقش معاه في الصيغة، كما احنا نقولوا لي الصيغة اللي يطرح بها السؤال، صيغة سؤال بالك ما تعجبنيش، خاطر نورمالمون كصحفي أو كمدير للحوار أو كمذيع برنامج أو كمقدم حصة، أنت تكون عندك نوع بما يسمى بالحيادية، عندك أسئلة مبرمجين لسير أو طريقة سير البرنامج اوكي، لكن ما توجهش السؤال تاعك، انت لما تطرح سؤال اطرحه واسكت، ما تكملش في اعطاء نصف الجواب، قالت علاه انت كي تعطيني نصف الجواب انا ندي منه المقدمه تاعي ونعطيك الجواب. لهذا ربما هنا طريقه اختلاف، نورمالمون ربما لاكاديميته ولا لدراسته الاكاديميه كمحامي عنده هذه الفلسفه الزائده في طرح الاسئله، الله اعلم، كل واحد وعنده صيغه سؤال. هذا من مقدمي البرامج، لازم واحد يكون عنده سؤال، طك أعطيني الإجابة، هو يعطيك السؤال أعطيني الإجابة، وهذا السؤال الأسئلة المفخخة هي اللي كيما احنا نقولوا كيف هي اللي تجيب المشاهدة، تجيب صوالح، تجيب بزاف صوالح، تجيب موراها أمور بزاف. لهذا في مغلب خاوتي الحصة عجبني، خاوتي عجبني بأتم معنى الكلمة، لأنه قال واش لازم يتقال، قال وجم، خاصة بذكر إخفاقات هذه الاتحادية أو هذه الاتحادية، وخاصة فاني اللي عجبتني نهار على كي هدر على شباب الثورة وقال كيف لبطل الجزائر أو ما يكونوش لاعبين، وهدر على سطيف وهدر على الثورة، وهذه اللي ما كناش نسمعوها في ذي الحصة من قبل، خاصة لاعبي الثورة، خاصة كي كان مدرب نقيز ونقيز اسمه ولا نقاز، ونعرفوا الحساسية اللي موجودة بيناتهم، لكن هذه المرة عجبني خاصة بذكر لاعبي الثورة. هنا تشوف ما ميحش ما بغاش يدرب، يعني فضح كل شيء، حط لي كارت كاع على لاطال، وهذه هي أمور اللي ذكرها، وخاصة فاني اللي ذكرها وشغل ضرتني في قلبي، نالي قال لك ما تتسقمش، قال لك ما رؤساء الرابطة والصوالح رميهما هما، وراهم ينتخبوا عليهم هما هما، يعني الدولة راهي باغية كيما حنا نقولوا كملوا في حلب البقرة وصاي. يعني احنا شنو نقولوا خاوتي من هذا المنبر، نقولوا ان شاء الله ربي يهدينا وربي يهديهم، وان شاء الله يجيب الخير يجيب الحاجه اللي فيها الخير للكره الجزائريه والرياضيه الرياضه الجزائريه بصفه عامه،
والسلام عليكم خواتي، تهلاو في روحكم.